بداية انه احنا لازم نسوي اعداد مسبق للطين اللي هو يعني يعتمد على لازم انه التخمير وقولبته، ومن بعدها تركه فترة من الزمن حتى ياخذ نوع من الجفاف حتى يكون مهيئ للكتابة المسمارية. بالنسبة للطين، ليش الطين؟ الكتابة لما اخترعت في بلاد الرافدين، في جنوب بلاد الرافدين، كانت اكثر مادة متوفرة بالطبيعة هو الطين والقصب، فكان ياخذ السومري القديم او الكاتب حفنة من الطين ويهيئها للكتابة مع قصبة اللي تنتشر على ضفاف الأنهار، ضفاف دجلة أو ضفاف نهر الفرات أو ضفاف الأهوار الموجودة. هاي بصورة عامة للكتابة المسمارية، اللي هو مسمار عمودي ومسمار أفقي، وعندنا الزاوية احنا نسميها بهذا الشكل. فهذا يعني الكاتب يتحكم بين الثلاث رسمات للعلامات. هذا النص اللي احنا كتبناه، اللي هو كتبنا الواجهة الأمامية له، هنا يبدي بهاي العلامة اللي هي العلامة اللي شكل النجمة اللي هي علامة الألوهية تنقرة دينجر. بالنسبة للكتابة المسمارية، هي كتابة اختلقت لتدوين اللغة السومرية، اعتمدت نظام الرموز اللي يعني غير النظام الأبجدي، اعتمد نظام الرموز. تقريبا وصلت يعني بنضوجها إلى حوالي 600 علامة مسمارية، أو بالتحديد 598 علامة مسمارية. ملحمة القدامى تنتج انه هي طبعا تكون معروفة لان هي يعني واحدة من اولى الملاحم التاريخية او العالمية اللي تبحث في سر الخلود، واللي يتوصل الى قلقامش انه الخلود ليس بالعمر وليس بش قد ما تعيش من الزمن، انما الخلود بالاعمال الخالدة، الاعمال الصالحة اللي تخلد ذكرى الانسان.